مرحبا، معكم أحمد من الشبكة السورية. اليوم درسنا حيكون سهل، حوالي 100 سؤال، صحيح كتار بس سهلين كلاتهم ولهم علاقة بالهازارد والمخاطر. السؤال الأول: Where would you expect to see these markers؟ وين بتشوف هدول العلامات؟ طبعا هدول العلامات بدلوك إنه في خطر، وغالبا بيكونوا على مؤخرة الشاحنات الكبيرة، أي شيء حجمه كبير. ف on a large goods vehicle يعني على شاحنة أو مركبة نقل بطائع كبيرة. On a builder's skip placed on the road، أو ممكن تكون محطوطة على السكيب. السكيب هو مثل إذا شخص عم يعمل بناء وبده يفضي البناء من الرمل والبحث وبده ياخده، فبجيبوا شيء اسمه سكيب مشان يحطوا فيه كل الحجارة والبحث والزبالة مشان ياخدوه ويودوه، فبتلاقوه عليها. يعني هي بس إنه انتبهوا، في هون خطر. On a builder's skip، على السكيب placed on the road، موجود على الطريق. هاي الصورة وين الخطر فيها؟ لاحظوا انه في هون واحد جايب البسكليت، طالع من قرنة غير نظامية ما لها علاقة بالبسكليت، وعم يطلع بالطريق العام. The cyclist crossing the road، الدراج الذي يعبر الطريق. بهي الصورة وين الخطر؟ لاحظوا في عندي انا هي السيارة ماشي هون، هذيك السيارة بعيدة ما في لها علاقة بحدا، وهذا بي شو هو هذا الشخص ماشي على الرصيف بشكل طبيعي ليك، وهي السيارة عم تغمز غماز على اليمين، معناتها هي بدها تطلع. طالما عم تعمل غماز معناتها في خطر بدك تنتبه له، فمننقي السيارة ايه، the parked car، السيارة المركونة رقم ايه، لأنه بدها تطلع. كمان هذا الشخص بده يعبر الطريق، شايفين هاد شو اسمه، فأنت بالسيارة عم تقرب بهذا الاتجاه. من الصورة مجرد شو لازم تعمل، لازم تهدي وتستعد للوقوف. slow down and get ready to stop، هدي slow down and get ready to stop، كن مستعد للوقوف. بهي شو الخطر على هي السيارة؟ طبعا تلاحظوا انه في سيارات مصفوفة، الخطر اما انه وحدة السيارات تبلش تمشي، او ولد من الاولاد يركض بين هدول السيارات، او وحدة من السيارات تفتح بابها، فمن اي ثلاثة. pedestrian stepping out between cars، يعني المشاة عم يطلعوا من بين السيارات، stepping out عم يمروا، عم يطلعوا من بين السيارات between cars. doors opening on parked cars، يعني الباب تنفتح على السيارات المركونة. وآخر وحدة cars leaving parked spaces، يعني السيارة أنه تترك مكانها المركونة فيه وتبلش تمشي. هاي الإشارة شو معناتها؟ انعطف بشكل حاد نحو اليسار. bend sharply to the left، انعطف بشكل حاد نحو اليسار. هاي عم يأشر لي على اليمين، شو بده يكون معناتها؟ شو لازم تعمل أنت؟ slow down دائما، والخيار اللي فيه انك هدي دائما. slow down هدي، and allow the cyclist to turn، اسمح للدراج باللف بالانعطاف. طب هي الصورة، لاحظوا انه في هون زاوية، في عندك خط لازم توقف عنده اذا تطلع من هي اللفة، ولاحظ انه موجود في عندك حيط، فالرؤية تبعك معدومة بالنسبة لليمين. you must take extra care when you're turning right at this junction، لازم تاخذ حذر زايد لما بدك تلف على اليمين عند هذا المنعطف. ليش؟ لانه there is reduced visibility، هناك يوجد reduced visibility، الرؤية قليلة أو ما عندك قدرة إنك تنظر بشكل جيد. هلا هذا لما بيكون موجود عندك هذا النفق، غالبا السيارات الكبيرة، الشاحنات كلها أو الباصات بتتجه نحو النص. ليش؟ لأنه بيكون أعلى ارتفاع بالنص. فأنت بصفتك سيارة عادية ماشية، لازم دائما تنتبه إنه يكون ممكن من الطرف الثاني جاي عربة، سيارة، باص جاي من النص. فعم يقول لك when approaching this bridge، لما بتقرب من هذا الجسر، you should give way to، يجب عليك أن تعطي مجال للباصز. هون الخيار هو الباصز، لأنه الباصات هي اللي ممكن تكون حجمها كبير، الباقي هو البسكليتات، الموتور، السيارات، لا كلها حجم صغير مقارنة مع الباص. كمان عم يرد يقول لي شو هي what type of vehicle، شو هي المركبة اللي بتتوقع you could expect to meet in the middle of the road، انك تلاقيها بنص الطريق. هون ما له حاطط لك باص، بس حاطط لك لوري، يعني كمان نفس الشيء شاحنه. هون على اليسار في عندك ستوب at this blind junction، في هذا المنعطف يعني البلايند، يعني انه نقطه عمياء ما بتقدر تشوف عليه. you must stop، لازم توقف. بس وين لازم توقف؟ لازم توقف عند الخط ماشي، behind the line، يعني ورا الخط مباشره. then edge forward، edge يعني يطلع على الحافه شوي شوي، forward للامام. to see clearly، لترى بشكل واضح. a driver pulls out of a side road in front of you، يعني في عندك شوفير وفجأة pulls out، طلع بخلقتك انت ماشي، هو مشي قدامك، طلع قدامك. of a side road يعني طالع من طريق جانبي، طبعا هو طالع عليك من طريق جانبي، انت الطريق بيكون إلك، بس هو خلص طحش وطلع. in front of you، أمامك. you have brake hard، you have to brake hard، يعني لازم تكبس الفرام بشكل كتير يعني كتير قوي. ليش؟ لأنه هو طلع بشكل مفاجئ. هلأ هون you should، هلأ هون عم يختبروا حلمك وصبرك وحاتم الطائي اللي جواتك. لازم ignore the error، تجاهل الخطأ، and stay calm،
وكون كالم هادي صبور تمام. هون عم يشوف طبعا ما في خيار انك تنزل دقه قتله، ولو كان موجود ما لازم تنقيه. فلاش يور لايت عم يقول لك انك شغل له العالي والوطي لا، ودوب له اوفرتيك لا، وكبس عليه الزمور لا، خلص هدي هدي الحلم من شيم الكرام. An elderly person's driving ability، شخص كبير بالعمر elderly person driving ability قدرته على السواقة could be affected، قد يمكن لها أن تتأثر because they may be unable to، لأنه قد يكونون غير قادرين على، هلأ الكبار بالسن بيكونوا غير قادرين أنه يتفاعلوا بشكل سريع، يعني بيشوف الإشارة حمراء قبل 50 متر ببلش يخفف سرعته وبيوقف على الثاني وكذا، react very quickly. ليش؟ لأنه هن ما بيقدروا يرياكت يتفاعلوا very quickly بشكل سريع جدا. شو هي الصورة؟ هي الصورة معناتها في عنا school crossing patrol. school crossing patrol يعني يعني بتشوفوا هدول اللي بوقفوا أحيانا وبيحملوا بإيديهم عصاية مكتوب عليها stop لما بيكونوا الأولاد رايحين على المدارس، فهي الإشارة بتفرجيكم أنه هن بيكونوا موجودين. فهي school crossing يعني patrol، هن هدول الأشخاص أو المسؤولين عن أنه يخلوا أطفال المدارس school crossing يعبروا الطريق. You are planning a long journey، عم تخطط لرحلة طويلة. Do you need to plan rest stops؟ عم يسألوك لازم أنت أنك تخطط لتوقف باستراحات. طبعا هن لما بيسألوك بهيك سؤال Do you need to plan rest stops؟ يعني لازم أنك تخطط لاستراحات، معناتها الجواب yes. Yes regular stops، نعم regular stops يعني الوقفات المنتظمة help concentration، تساعد التركيز. في خيار تاني yes ايه مزبوط you should plan to stop every half an hour، عم يقول لك لازم توقف كل نص ساعة، لا مو ضروري كل نص ساعة بس يعني بشكل منتظم تحاول تريح نفسك وتجدد طاقتك. A driver does something that upsets you، شوفير سوى شغلة does something that upsets you يعني خلتك انت متضايق upsets you مالك مبسوط you should يجب عليك. طبعا هون عم يختبروا حلمك وصبرك صبر ايوب. try not to react، حاول انك ما تتفاعل او ما تساوي شيء تمام. هلا هون في ليك وهون اشارات حمر صغار لطيفين، هدول الاشارات الحمر. لما بتشوف في اشاره حمراء شو لازم تعمل؟ stop before the barrier، سهله ما لها شغله صعبه. شفت اشاره حمراء بس وقف قبل الحاجز، before the barrier وقف قبل الحاجز. You are approaching crossroads، عم تمرق عم تقرب على طريق متقاطع أو تقاطع الطريق. The traffic light have failed، هون بقى منزوع الإشارة الضوئية. What should you do، شو الشيء اللي لازم تعمله؟ طبعا دائما أنه ما في أولوية لما بتكون الإشارة منزوعة، ولازم دائما تمشي بشكل هادي ولطيف تمام. Be prepared، كن جاهز to stop لتوقف for any traffic، لأي سيارة جاية كون مستعد دائما تمام. الخيارات الثانية هي break and stop for large vehicle، يعني بس وقف لهم للمركبات الكبيرة لا. break sharply to stop before looking، يعني انك اكبس، شوفوا هون break sharply يعني اكبس الفرام بشكل حاد جدا to stop مشان توقف قبل ما تنظر. لا هو لو قايل لك break gently to stop before looking ممكن اي صح، بس ليكوا كاتبين break sharply يعني كاتبين لك انك وقف بشكل حاد، لا مو وقف بشكل حاد، كل شيء هون بيتاخذ بالهدا. وبي prepared to break sharply to stop، ليكوا حاطين لكم هلا لو كاتبين له be prepared تكون مستعدا to stop للوقوف كنت قلت لك صح نقيها، بس هون مكتوب be prepared to break sharply بقسوة، لا ما لازم هيك، نحن بكل شيء بنعومة. القيادة فن وذوق وأدب وأخلاق ومدري شو كانوا يقولوا. لاحظوا هاي السيارة الحمراء عم تقطع والحجة الختيارة هون عم تعبر تمام. شو لازم تعمل السيارة الحمراء؟ شو عم يقولون السؤال؟ What should the driver of the red car road يعني مشار إليها بالسهم do؟ طبعا أكيد ما أنها تكبس تركب خامس تطلع فوق المخلوقة، أكيد لازم تهدي وتوقف. فشو لازم تعمل؟ Wait for the pedestrian in the road to cross، تستنى للمشاة بالطريق لا يعبروا. باقي الخيارات ما لازم هنن لا يشغلوا للزمور لا يعطوه عالي واطي لا يلحوه لبيديهم، خليهم يكونوا هادين تمام؟ ولا يسوقوا ورا المخلوقة خلص، بس بالهدا كل شيء بهدا. You're following a slower moving vehicle، أنت عم تتبع ماشي ورا slower moving vehicle، المركبة بطيئة أبطأ منك تمام، بطيئة بالحركة أبطأ منك. on a narrow country road، ماشي بطرقات اسكتلندا باتجاه بحيرة لوخ لوموند والطريق كتير ضيق. on a narrow country road، على طريق ريفي ضيق. there is a junction، في هنيك تقاطع. just ahead on the right، قدامك على اليمين. فالتقاطع يعني انت في عندك مساحة في يمين ويسار. what should you do، شو لازم تعمل؟ طبعا في تقاطع
بس دائما لازم stay behind until you pass the junction. شو معناتها؟ إذا في تقاطع قدامك مو معناتها أنت بالدوبل، بتخلص من التقاطع وبعدين لما بيكون clear the view قدامك وإنك شايف الطريق واضح بشكل واضح أمامك قدام الشاحنة، ممكن هو يأشر لك وأنت تطلع عنه. عدا عن هيك ما لازم تدوبله عند التقاطع. يعني ليكو هون في خيار كتير ممكن يكون مضلل، slow down، إنك هدي and prepare to overtake. وهدي لا اوفرتيك يعني للدوبلو اون ذا ليفت، على يساره. لا شو الدوبلو على يساره، وكل الله، اساسا الدوبل من على اليمين. فدائما ستي بيهايند، خليك ورا انتل يور باست ذا جنكشن، يعني حتى انتو اثنين تتجاوزوا هذا التقاطع. اللي بعد منا شايفين هون نفس البريدج وكاتبين تحت على الارض هاي فيكلز وعاملين لسهم بالنص. يعني اذا كانت السياره كبير، اذا كان الباص عالي او كان عندك شاحنه لوري، هي عم يأشر لروحي على اليمين. فأنت كسيارة جاية من الطرف المعاكس دائما بدك تجي على البريدج أو باتجاه الجسر، بدك تنتبه إنه بالنص ممكن يكون جاي يا شحنة يا باص. تمام؟ What should you do as you approach this overhead bridge؟ تمام؟ Be prepared، تكون مستعدا to give way، لتعطي مجال to large vehicles، للشاحنات الكبيرة أو المركبات الكبيرة in the middle of the road، في منتصف الطريق. تمام؟ Why are mirrors often slightly curved؟ ليش المرايا مقعرة؟ slightly curved، مقعرة بشكل جيد، convex يعني مقعرة أو محدبة، آسف محدبة، curved محدبة، convex. ليش محدبة؟ مشان تعطيك مجال رؤية أكثر. They give، يعطون، a wider field، مجال أوسع، of vision، من الرؤية. هي ذكروها، نحن حكيناها بالفيديوهات السابقة لما بنشوفها على الشاحنة، فأنت لازم تلتزم بأنك تطلع عن الشاحنة على يسارها. ليش؟ لانه هي الاشاره هيك عم تقول لك، فهو بيشوفك شوفير او اي شيء. تمام؟ فهون approach with care، يعني دائما اقترب منها بحذر، and keep to the left، وكون باتجاه اليسار of the lorry تبع الشاحنه، كون بيسار الشاحنه. طبعا السؤال بتحله بالنظر للصوره، ما في داعي انه حتى شو اسمه تقرا السؤال. You think the driver of the vehicle، تظن ان السائق تبع المركبه in front امامك has forgotten، نسي to cancel the right indicator، انه يوقف اشارته اللي على اليمين اللي هو غماز اليمين. تمام؟ right indicator you should. هلا انت ليش مفكره انه هو نسي؟ بجوز هو عن جد لسه لقدام بده يرفع على اليمين، فبدك تستنى بهي الحاله. تمام؟ stay behind، خليك ورا، and not overtake، ما تاخذ يعني ما تتجاوزه، ما تدوبله، ولا تعمل له فلاش، ولا تتجاوزه، هو عم يأشر على اليمين فما فيك انك تتجاوزه. تمام؟ ولا تحط له زمور، اتركه لنشوف كيف بده يعقل الزلمه لحاله ويزوق ويطفي او ياخذ على اليمين. طبعا هي السياره الحمراء بالنص ماشيه، مين السياره اللي بتشكل خطر عليها؟ الباص. هذا الباص لاحظوا كيف عم يطلع من على الرصيف، فهذا ممكن يفوت فيها. فا شو اسمه؟ ذا باص. The bus may move out into the road. ممكن الباص ينتقل باتجاه الطريق. هون عم يقولوا لك what is the main hazard، شو هو الخطر الرئيسي على هي السيارة. شو الإشارة معناتها؟ school bus، هي منلاقيها على باص المدرسة. باص باص باص. شو هون الأخطار اللي نحن ممكن نحكيها؟ ناس تطلع من بين السيارات، سيارة تفتح بوابة، وسيارة تبلش تمشي بنص الطريق. ف cars doors opening، يعني الابواب يفتحوا suddenly فجأة. Children running from between the vehicles، الاطفال يركضوا ما بين السيارات او ما بين المركبات. تمام؟ هدول هنن ما لهم حاطين الخيار الثالث. طبعا لاحظوا هون شو كاتبين، تو يعني بس بدهم اثنين ما بدهم ثلاثة. شو الخطر لما تكون ماشي ورا بسكليت؟ انه بجوز فجأة ينحرف نحو اليمين نحو النص. تمام؟ The cyclist، الدراج، may swerve، ممكن swerve out يعني ممكن انه يزيح او يلف into the road باتجاه الطريق، فانت بتكون ماشي بتخبط فيه، انتبه منه دائما. A driver behaviors has upset you، يعني في شوفير غيرك وتصرفه او شغلة عملها has upset you، خلتك انت متضايق. It may help if you، ممكن تساعد انه شو، اكيد مو تنزل تضربه، stop and take a break، يعني وقف و take a break، take a kit kat، يعني خذ لك بريك وخذ لك كيت كات وروق وسيجارة ونفس. In areas where there are traffic calming measures you should، بالمناطق in areas traffic calming. شو معنى traffic calming measures؟ يعني احتياطات لحتى تخفض السرعة،
يعني لنفترض فتت على شارع سكني وضيق هذا الشارع وفي عندك 500 مطب، شو معناتها؟ هن بدهم اياك انك تضلك ماشي ببطيء، ما بدهم اياك انك تطلع على المطب ببطء وبعدين تكمل بسرعه. ف travel at reduced speed يعني سير at reduced speed بسرعة مخفضة، خلص traffic calming measures يعني احتياطات لتخفض السرعة، يعني افترض مطبات قدامك معناتها انت بدك تسوق بسرعة مخفضة، مو تضلك بنص الطريق ومو دائما تطلع على السرعة يعني travel at speed limits يعني انه خليك على السرعة، يعني بجوز طريق سرعة 20 بس في خمس مطبات اكيد ما فيك تمشي انت سرعة 20 عليهم، ومو حصرا انك توقف اذا في بيدسترين اذا في عبور يعني مشاة عم يعبروا، لا هون خلص في مطبات، معناتها الفكره انه بدهم اياك انت تهدي بهي القرنه سواء في ناس ولا ما في ناس. هلا هون لاحظوا في عنا مكتوب على الطريق سلو وفي عنا لفه لفه هيك كثير قاسيه، وفي عنا هون تتذكروا هذا المثلث الاحمر اللي بينبهنا لشغله وتتذكروا جواته مثل سكه قطار، معناتها في عنا ليفل كروسنج، قلنا الليفل كروسنج هي طريق بيعبر مع بتقاطع مع مع طريق السيارات، طريق قطار سكه قطار تتقاطع مع طريق السيارات، وحاطط لك هون انه في عليها اشاره وهي كمان انه معناتها الى جيت الى بوابه يعني الى حاجز، معناتها في عنا شغلتين، اول شغله عنا لفه وعنا هي الاشاره اللي بتدلنا انه في تقاطع الطريق مع طريق القطار. فهلا واي شود يو سلو داون، عم يسالوك ليش لازم توقف؟ اول شيء بسبب اللفه، بيكوز اوف ذا بند، بسبب اللفه بند تمام. كمان تاني شغله بيكوز اوف ذا ليفل كروسنج، لانه في عندك تبع المطار تمام، خالصين هدول الشغلتين تبع القطار تبع القطار. واي ار بليسز نيمز بينتد اون ذا رود سيرفيسز، ليش مكتوبه اسماء الطرقات بليسز نيمز اسماء الطرقات بينتد مرسومه اون ذا رود سيرفيسز على سطح الطريق؟ منطقيا اذا كان انت رايح باتجاه مدينه معينه وبتلاقي انه مكتوب منهم مثلا هذا A74 هذا M8 يعني بيفرجيك من قبل مشان تقدر تاخذ مثلا بفرجيك الام 8 من هون مشان انت قبل مسافه جيده تزيح عليه وخلص تنتقل عليه تمام. تو انيبل يو ليمكنك تو تشينج لينز لتغير الصف تبعك ايرلي بكير. سم تو واي روز بعض الطرقات اللي روحها جايه ار ديفايدد انتو 3 لينز مقسمه ثلاث اقسام، قسم للروحه وقسم للجايه، وقسم هذا بالنص مشان شو هذا بيجي احيانا مخطط ابيض مشان يلي بده يتجاوز من الطرفين يقدر يستخدمه لما بيكون الطريق قدامه واضح وكل شيء تمام بيقدر يستخدمه. ترافيك ان بوث دايركشنز، السير بالجهتين كان يوز ذا ميدل لين، ممكن يستخدم الصف اللي بالنص تو اوفرتيك لحتى يتجاوز، بس طبعا لازم يكون منتبه. يو ار اون دوال كارجواي يعني طريق رايح جاي طريق سفري، ahead you قدامك سي ا فيكل شايف مركبه with a number flashing light بضو برداني عم يضوي تمام. وات كود ذس بي، شو هذا الضوء البرداني اللي عم يضوي؟ طبعا الامبولانس، لا الامبولانس سياره الاسعاف بيكون ضوء ازرق، افاير انجن كمان سياره اطفاء ضوء ازرق، دكتورز اون كول قلنا لكم الاسعاف بيكون لونه ازرق، بس الدكتور اللي بيكون رايح على قسم الاسعاف سياره الدكتور بنفسه بيحط ضوء اخضر. هاي للديسيبل بيرسون، لشخص من اصحاب الاحتياجات الخاصه، مركبه لشخص من اصحاب الاحتياجات الخاصه. هذا صديقنا هون عم يقول لك ستوب وقف، بس صف بتوقف عند الستوب لاين. الباص في عندنا خطر انه يمشي وفي عندنا خطر انه انت مالك شايف مين وراه ممكن يطلع لك حدا عم يقطع الطريق، هدول الشغلتين انتبهوا لهم. ف people may cross the road in front of it، الناس ممكن انه يعبروا الطريق امامه. تاني شغله it may suddenly move off يعني ممكن فجاه يتحرك، هذول الشغلتين اللي قلنا عليهم. overtaking التجاوز is a major cause of collisions، هو سبب اساسي للاصطدامات. in which three باي ثلاث شغلات of these situations بهي الحالات should you not يجب عليك الا overtake تتجاوز. If you're turning left shortly afterwards يعني إذا أنت السيارة قدامك وقبل السيارة وبعد السيارة بمترين بدك تلف على اليسار، إيه ما في داعي تدوبله من على اليمين لترد تلف من على اليسار، ما في مغزى. When you're approaching a junction حكيناها هاي بالطريق الضيق اللي قدامك مركبة بطيئة، لما أنت مقرب من تقاطع طرق ما بصير أنك تتجاوز لأنك أنت ما بتكون شايف وهو ما بيكون شايف وبجوز في حدا غيرك جاي من الطرف اليميني أو الطرف اليساري.
when your view ahead is blocked, لما القدرة تبعك على النظر لقدام is blocked يعني محجوبة. أي ثلاثة من هدول بينتجوا result from drinking alcohol, من شرب الكحول. أول شيء less control, ما يعني كنترولك بيصير أقل, تحكمك بيصير أقل. تاني شغلة faster reactions يعني ردات فعل سريعة, لا بتصير بالعكس, بتصير ردة فعله الواحد على الكحول غير سريعة, بطيئة. greater awareness of danger, بصير عندك معرفة أكثر بالخطر, لا ما بصير بالعكس, بصير عندك محاكمة خطأ, a false sense of confidence, بصير في عندك إحساس خاطئ إنك واثق بنفسك. poor judgment of speed, بصير عندك حكم خاطئ على السرعة تبعك. هلا شو هذا الخط الأبيض يلي على اليسار, what does the solid white line, الخط الأبيض المستمر on the side of the road, على طرف الطريق, اجانا هذا السؤال سابقا, indicate شو بيعبر عن, انه هذا هو حد الكارجواي. فشو هو edge of the carriageway, يعني هذا حافة الطريق. هلا هون لاحظوا في عندي لقدام من هدول الاشارتين اللي بيجوا ثلاث اشارتين, ومثل هدول الحاجزين اللي بينزلوا, وفي عندي level crossing يعني هون بده يكون في قطار عم يتقاطع مع طريق السيارات. فعملوا لي you're driving towards this level crossing, انت ماشي باتجاه level crossing, انه تقاطع سكة القطار مع الطريق تبع المرور. what would be, شو ممكن يكون, the first, اول وحدة, warning تحذير, of an approaching train, انه في قطار عم يجي. طبعا اول ما بلش يجي القطار بيجي بيعطيك ضوء اصفر, فانت هون تتنبه انه في قطار بده يجي. تمام, بعد الضوء الاصفر بيصير يعطيك ضوء احمر يشعل وينزل. بعدين شو بيصير, بيصير بينزلوا هدول الاثنين مشان ما حدا يعبر, بعدين بيمرق القطار. فاول شغله هو سالني اول وحده شو هي, a steady amber light, يعني ضوء اصفر ثابت. بعدين طبعا بيجي التوين فلاشينج ريد لايتس, يعني ضوين حمر عم يضوا ويشعلوا ويطفوا, هي بس بعد منها مو اول شغله. هذا شوفوا بيسكليت معناته شو, ممكن يزيح على اليمين. تمام, وشو لازم تعمل, يعني شو لازم تعمل انت ورا هذا البسكليت, وان ترافيك لايتس تشينج, لما هون اشاره المرور بتتغير بتصير خضراء, انت ما بتمشي لحتى هو يمشي, مشان شو تسمح له مجال, مشان هو بلش يمشي لا سمح الله مثلا فقد توازنه وراح على اليمين. فدائما allow the cyclist time and room, اسمح له بالوقت وبالمكان, يعني افسح له المجال. تمام, نفس اللفه اللي حكينا عليها ليفل كروسنج, يو شود, شو لازم تعمل, stop at the sign, توقف على الإشارة. لا, هي الإشارة ما لهون, هو هي الإشارة بتقلك إنه لقدام في إشارة قطار, فهي ما لها إشارة. تمام, slow to crawl and continue, يعني بطئ لدرجة شو, لتصير عم تزحف زحف وكمل. لا, مو لتزحف زحف, slow but continue around the bend, يعني بطئ بس لف حوالين اللفة. تمام, هل عم يقلك stop and look for open from gates, for open from gates, يعني وقف واستنى لحتى يفتحوا البوابة. ما نحن ما لنا شايفين البوابة, هي الإشارة عم تحذرك إنه لقدام في بوابة, فنحن من سلو منهدي لأنه في لفة, وبعد اللفة بدنا نعرف إنه في سكة قطار, بيكونوا موجودين الإشارات عندها, وعلى أساس الإشارات الموجودة هنيك نتصرف. فنحن بس هون منبطئ بس منكمل اللفة. تمام, نبطئ بس نكمل طبيعي. هلا هون السيارة البيضة قدامك, لما عم يقلك وين ترافيك لايتس, لما إشارة المرور بتتغير to green للأخضر, the white car, السيارة البيضة, لاحظوا في قدامها cyclist, واحد على البسكليت, شو لازم تعمل, wait, لازم تنتظر for the cyclist, تبع البسكليت to pull away لحتى ينطلق. اللي بعد منا كمان, you intend to turn left, بدك انت تلف يسار at the traffic light, على إشارة المرور يعني عند هاي الإشارة, وانت وين ضمن هاي السيارة اللي انت راكبها, just before turning, قبل ما تلف على اليسار لازم شو تعمل, check for bicycles on the left. ليش؟ لأنه هون في طريق بسكليتات, البسكليتات عم تجي منه, وقبل ما تلف على اليسار بجوز البسكليت تكون جاية من وراك ومسرعة منطقة لقدام وفكرتك ماشي لقدام وتفوت تعبي فيك. تمام, هلأ هون لاحظوا في عندي إشارة انتباه, ليش؟ لأنه انت في طريقك هون وفي طريق جاية هيك مقاطعة, جاية هذا الطريق مقاطعة عليك وهي هون, وبنفس الوقت انت بتتنوع على الطريق وبتلاقي انه أساسا في فان بدها تطلع منه. شو معناتها؟ You should reduce your speed, يجب عليك أن تخفض سرعتك when driving, أثناء القيادة, along this road, على هذا الطريق, because, بسبب there is, هناك يوجد a staggered junction, تقاطع staggered مزدحم ahead, أمامك. طبعا
بغض النظر هو في إشارة هون لازم أنت دائما تنتبه، بس لما شفنا نحن أنه هذا التقاطع أساسا مزدحم خفت سرعتك لأنه بجوز حدا يقطع أو يتجاوز. أيضا نفس القصة، you're driving at 60 miles per hour، عم تسوق بسرعة 60، you approach this hazard، as you approach this hazard أنت عم تقرب من هذا الخطر، you should شو لازم تعمل؟ reduce your speed، خفت سرعتك. اللي بعده، لاحظوا هون الإشارة عندي على اليمين مسدود ولقدام مسموح أنك تكمل، فلازم نتوقع أنه كل هاي السيارات اللي ماشية على اليمين بصير بدها تلف على اليسار وتفوت بالطريق المفتوح. ف الترافيك will not الترافيك will move into the right hand lane، يعني السير رح ينتقل لليمين، لا الترافيك will move into the left hand lane، السير رح ينتقل على اليسار. تمام، الترافيك will move into the left hand lane، رح ينتقل على الصف اللي على اليسار. طبعا انت ماشي على الهاي واي وعندك الطريقين على اليسار مفتوحين، وعندك اللي ماشي بالنص بيقولوا له من بعد اذنك زيح على اليسار، وهون اللي على اليمين مسكر. طبعا شو هذا؟ اليسار مفتوح، اليمين مسكر، واللي بالنص لازم يزيح اليسار. بنقي الخيارات، بنقرا خيارات الصح، عم يقولوا لك اثنين يلي على الرايت ار اوبن، اثنين يلي على اليمين مفتوحين لا مسكرين، اثنين يلي على اليسار اون ذا ليفت لينز ار اوبن. صح، ترافيك ان ذا ليفت لينز شود ستوب، السير على اليسار لازم يوقف، بالعكس ترافيك ان ذا رايت لينز شود ستوب، السير بالخطوط اللي على اليمين لازم توقف. تمام، should stop، لا ما لازم stop، لازم ينتقلوا باتجاه اليسار. تمام، the two left lanes are open، ما لازم يوقفوا. هاي الإشارة مو معناتها وقف، معناتها أنه الطريق مغلق للأمام، ومعناتها من بعد إذنك انتقل لهدول الاثنين المفتوحين، أما مو should stop، ما لازم يوقفوا هن، أنت ماشي بالهاي واي وين بدك توقف؟ هاي السيارة سيارة البوليس. تمام، عم يقولوا لك you are invited to a pub lunch، يعني معزوم على حفرة شو اسمه كاس وطاس. تمام، you know that you will have to drive، تعرف انك انت يتوجب عليك انك تسوق in the evening. طبعا شوفوا كلمة pub، لما بيقولوا pub معناتها في شغلة شرب، ولما بيكون في موضوع شرب لازم انت وبتعرف نفسك تسوق، يا ما تشرب على الاطلاق اذا في هذا الخيار بدك تنقيه، او في حال شربت ما لازم تسوق على الاطلاق، لازم تنقي الخيار اللي ما فيك تسوق، تستخدم المواصلات العامة. تمام، you have to drive in the evening، what is the best course of action، شو افضل شيء تعمله اذا انت بدك تسوق بالليل؟ not drink at all، خلص لا تشرب يا اخي، ريح نفسك، not drink at all، لا تشرب على الاطلاق. you have been convicted of driving while some fit through drink or drugs، تم توجيه لك محكمة وتم convicted، يعني تم اثبات انك مذنب بالمحكمة، of driving whilst unfit through drinks or drugs، يعني تم اتهامك بالسياقة تحت تأثير المخدرات والكحول. تمام، كنت غير صالح للسياقة. you will find this is likely to cause، هلا طب صار في عليك محكمة واثبتوا انك انت، اثبتوا انك انت سايق تحت تأثير الخمر او تحت تأثير الكحول وتحت تأثير المخدرات. you will find this، انه هذا الشيء شو راح يسبب، is likely to cause the cost of the one the following to rise considerably، الكوست يعني التكلفة لوحدة من هالشغلات ترتفع بشكل كتير كبير. أي وحدة؟ مثلا رود فند لايسنس، يعني والله ما بعرف شو هي، فيكل تيست سيرتيفيكت، هدول ما لهم علاقة. إذا أنت تم عليك محكمة وأنه حكموك فيها، فإنه الانشورينس تبعك بده يعلي، يصير بالسما يعني. تمام، What advice should you give to a driver؟ شو هي النصيحة اللي بتعطيها لسائق who has had a few alcoholic drinks؟ يعني شرب له كم كاسة شبع فيهم الطاسة at a party، بحفلة، إنك احمل حالك ورجع باستخدام المواصلات العامة، go home by public transport، أو خلي حدا يوصلك. تمام، You have been taking medicine، عم تاخد دواء. طبعا نفس الشيء الدواء، إذا كان الدواء ممكن يسبب لك drowsiness، يعني إنه يسبب لك حالة من ناحية، يعني من ناحية انك انت تدوخ او حاسس نفسك انك مالك مستوعب او وعيان، لازم اول شيء تسأل الدكتور، ثاني شيء تقرا على الوصفة. تمام، و for a few days، لعدة ايام، which made you feel drowsy، يعني خلاك تحس نفسك انك انت مدوخ. تمام، drowsy، today you feel better، حاسس انك احسن، بس شو، but still need to take the medicine، يعني لسه حتضل انك بدك تاخذ الدواء. ماشي، you should only drive، حصرا بتسوق شو، after checking with your doctors، باقي الخيارات ما لهم علاقة، ما بتسوق إذا كان الدواء بيسبب لك drowsiness أو بيسبب لك خمول إلا إذا تأكدت من الطبيب،
مو اذا المشوار ضروري ومو اذا شغلت 10 دقائق الا اذا تاكدت من الطبيب. تمام. You are about to return home from holiday. انت حترجع على البيت من holiday من عطلة. When you become ill, صرت مشكلة مريض. A doctor prescribes drugs. الدكتور وصف لك أدوية. Which are likely to affect your driving. احتمال كبير انه هنن يأثروا على السياقة تبعك. You should. شو لازم تعمل؟ Never drive. Not drive yourself. خلص نقي الخيار. ما تسوق أبدا على الإطلاق. مو تسوق إذا كان حدا معك. إذا فت بالحادث ما راح يستفيد منك وراح تستفيد منه. وتجنب السياقة على الهايوي. لا تجنب السياقة على الإطلاق. إن شاء الله بدك تسوق من هون لرأس الشارع. ونيفر درايف ات مور ذان 30 مايلز بير اور. لا ابدا ما تسوق على الاطلاق. During periods of illness, خلال فترات المرض, your ability to drive, قدرتك على السياقه may be impaired, قد تكون معطله. You must, يجب عليك. شو لازم تعمل؟ اول شيء see your doctor each time before you drive. كل مره بدك تسوق تشوف الدكتور. لا شو ما عنده غيرك. Be medically fit to drive. ايه لازم تكون صحيح طبيا او جسمك صحي طبيا للسياقه. تمام. Take all your medicines with you when you drive. خذ كل الادويه تبعك لما تسوق. لا شو دخلها. Only take small doses, smaller doses. يعني خذ بس جرعات مخفضه من الدواء. لا انت عم تاخذ الدواء بدك تاخذه بشكل نظامي. Not drive after taking certain medicines. لا تسوق اذا عم تاخذ بعض الادويه. في ادويه محدده ما لازم تسوق بعد منها. You feel drowsy. حاسس حالك دايخ when driving. وانت عم تسوق you should. شو خلص دايخ. شو لازم تعمل؟ توقف بمكان مناسب للوقفه ترتاح. تمام. stop and rest as soon as possible. وقف stop and rest وارتاح as soon as possible باقرب فرصه ممكنه. تمام. هلا هون عم يقول لك شغل السخانه. لا اذا شغلت السخانه بتنعس. لازم دائما تفتح الشبابيك وتخلي الهواء يفوت مشان انت تنتعش. واذا بينما توصل للاستراحه لانك نفترض عم تسوق على هاي واي بطريق سريع لازم ما توقف الا اذا انت ضامن انك انت وصلت للاستراحه. تمام. Make sure you have good supply of fresh air. تاكد انه عندك good supply يعني مثل انه فتحت الشبابيك مشان يفوت عليك الفريش اير الهواء. وين عن شك. You're driving along a motorway. عم تسوق على الموتورواي. بيكم تايرد. خلص على الموتور واي وانت تايرد. من هون لتوصل للاستراحه يعني طبعا انت قطعا لازم توقف عند الاستراحه التاليه بس من وقت من هون لتوصل للاستراحه لازم تنزل الشبابيك وشو اسمه وتخلي الهواء يفوت. تمام. stop at the next service area and rest. وقف عند منطقه الاستراحه الجايه منطقه الخدميه الجايه واستريح. مو وقف على الهارد شولدر اللي على اليسار هذا حصرا اذا تعطلت مركبتك. تمام. و increase your speed. لا ما لازم تزيد سرعتك. Pull up on the hard shoulder. لا. Close all your windows. ما لازم تسكر كل شبابيك. Leave the motorway at the next exit and rest. يعني غادر الطريق السفر عند المخرج التالي واستريح. You are taking drugs. عم تاخذ أدوية. That are likely to affect your driving. احتمال كبير إنه هن يأثروا على سواقتك. What should you do? شو الشيء اللي لازم تعمل؟ Seek medical advice before driving. يعني حاول تحصل على النصيحة الطبية before driving قبل السياقة. تمام. اللي بعد منا. You're about to drive home. على وشك أن تسوق إلى المنزل. You feel very tired. حاس حالك كتير تعبان. And have severe headache. وجع كتير راس. تمام. You should. طب ماشي أنت بدك تسوق بس لسه ما سقت وحاس حالك موجوع كتير. عود ارتاح لبينما تحس حالك قدران تسوق. Wait. انتظر until you are fit and well before driving. لحتى تحس حالك مناسب ومرتاح قبل ما تسوق. If you're feeling tired. إذا حاس حالك تعبان. It is best. من الأفضل. To stop as soon as you can. إنك توقف بأقرب ما يمكن. Until then. من هون لوقتها. Until then. من هون لوقتها. You should. شو لازم تعمل. Ensure a supply of fresh air. تأكد إنه الهواء اللي عم يفوت هو هواء بارد منعش. تمام. Driving long distances. السياقة لمسافات طويلة can be tiring. قد تكون متعبة. You can prevent this. إنك تمنع حصول التعب. By. شو تعمل. Stopping every so often for a walk. توقف كل شوي مشان تاخذ لك مشوي برا. تمام. Opening a window for some fresh air. و ensuring plenty of refreshment breaks. وانك تتأكد انه في عندك كمية كافية من الاستراحات اللي بتخليك ترجع refresh هيك ومنتعش من جديد. تمام. ثلاث شغلات. اما هذا الخيار تبع انك تكمل الرحلة تبعك بدون ما توقف. لا خيار غلط.
وانك تاخذ كميه تاكل كميه كبيره من الاكل، لا لازم تهدي تستنى توقف تشم هواء جيد. يو جو اون ا سوشيال ايفنت، رايح على امسيه اجتماعيه، وطبعا سوشيال ايفنت هون امسيه اجتماعيه معناتها في مشروب، تمام؟ اند نيد تو درايف ا شورت تايم افتر، يعني بدك تسوق لفتره صغيره بعد منه. What prediction should you take? What precautions should you take? شو الشغلات اللي لازم تمنعها؟ ما تشرب كحول على الإطلاق، تمام؟ Avoid drinking alcohol completely على الأخير. ليك هون avoid drinking alcohol on an empty stomach، يعني ما تشرب كحول على معدة معدة ناشفة، معدة جوعانة، لا خلاص على الإطلاق ما تشرب كحول. You take some cough medicine، عم تاخد دواء سعلي، دواء سعلي ممكن يسبب لك دوخة. Given to you by a friend، رفيقك اللي نصحك، تمام، انك تاخده. What should you do before driving؟ قبل ما تسوق طالما اخذ الدواء يا بتستشير الدكتور يا بتقرا الوصفه الطبيه، تمام. Ask a friend، تسال رفيقك، ما رفيقك ما له دكتور ما بيعرف. Drink some strong coffee، تشرب قهوه، لا مو ضروره، تمام. Check the label، اقرا الوصفه تبعه. To see if the medicine will affect your driving، لتشوف اذا الدواء ممكن ياثر على سائق. هي اتجاه واحد، تمام. هلا you take the wrong route، اخذت الطريق الغلط، and you find you're on a one-way street، وشايف انه خلص اخذنا الطريق غلط وخلص كمشنا انه غلط ماشي لقدام، شو لازم تعمل؟ لا بتلف ولا بترجع انريه ولا بتكمل فيه لتوصل للمخرج تبعه، تمام. continue at to the end of the road، بتكمل فيه للاخير، خلص ما فيك تلف وترجع. which three are likely، اي ثلاثه احتمال to make you lose concentration، بيخلوك تفقد التركيز تبعك اثناء السياقه. وانت عم تسوق اذا تنوقت على الخريطه بتركز التركيز، بتفقد التركيز، تمام. واذا كنت حاطط اغاني كثير عاليه بتفقد التركيز، تمام، listening to loud music. ولما تستخدم الموبايل، طبعا هلا صار استخدام الموبايل ممنوع، يعني ما عاد صفه يسمحوا لك انك تستخدمه. طبعا هون السياره هي بدها تطلع، you are driving along this road، the driver on the left، الشوفير اللي على اليسار is reversing، عم يرجع لورا from a driveway. هلا لما هو عم يرجع لورا وانت قريب كثير منه شو لازم تعمل؟ عطيه زمور بس لينتبه انك موجود، تمام. ساوند يور هون، عطيه زمور and be prepared to stop، وجهز نفسك لتوقف لانه هو عم يرجع لورا. You have been involved in an argument before starting your journey، يعني حصل وتخانقت انت ومرتك، argument خلاف، before starting your journey، قبل ما تطلع وانت اثنين هذا المشوار اللي ما بتطلع اياه بالسنه مره، وبلشت تقلها، هي تقول لك ما بتطالعني وتبسطني ومن هاي القصص وبحياة عمري ما انبسطت معك. This has made you feel angry، خلاك تجن وتكفر بالعبري. You should، هلا شو لازم تعمل؟ تعبي بالسيارة انت وياها؟ لا، هذا خيار مو خيار، يعني مو خيار نظامي، يعني لا يجب، يعني start to drive but open a window، يعني امشي بالسيارة وافتح الشباك. لا، شو بدك زبطة من الشباك انت؟ Drive slower than normal، سوق بشكل ابطا. لا، I'll have an alcoholic drink، خد لك غبي to help you relax، مشان تخليك تستريح انت من هالخلاف. calm down، هدي before you start to drive، قبل ما تبلش تسوق هدي وتذكر ان هي شريكة عمرك وحياتك ورضيانة فيك على علاتك. you start to feel tired، بلشت تحس انك تعبان while driving اثناء السياقة. what should you do، شو الشي اللي لازم تعمل؟ خلص هدي، pull over at a safe place to rest، خلص تعبان يا اخي صف على جنب ما حدا بيمنعك، pull over، صف at a safe place، في مكان امن to rest من اجل ان ترتاح. شايفين هون انتبه، وفي هي جوات المثلث تبع الانتبه، انه في حدا عم يشتغل بالطريق، وهذا المربع الاصفر اصلا هو معناته انه في اعمال على الطريق. فشو لازم تعمل؟ there are road works ahead of you، يعني في اشغال على الطريق ahead of you، امامك، تمام. هلا هون عم يقولوا لك you have just been overtaken، يعني لسه هلا تجاوزك by this motorcycle، هذا الميتور who is cutting in sharply، وفات عليك فوت حده، يعني شو you should، تدعسه لا break firmly، يعني انك تكبس الفرام بشكل قوي، لا تشغل الزمور، لا keep a safe gap، خلي بينك وبينه مسافه امنه. You are about to drive home، بدك تسوق للبيت. You cannot find the glasses you need to wear، ما عم تقدر تلاقي النظارات، the glasses you need to wear. You should، إذا ما عم تلاقي النظارات ما بتسوق، إذا أنت بتسوق بنظارات ما بتسوق بدونهم، تمام. Find a way، جد طريقا of getting home without driving، إنك ترجع على البيت بدون ما تسوق، حدا يسوق فيك أو إنه. أي ثلاثة من هدول likely effects are likely effects of drinking alcohol، هن احتمال يكونوا التأثيرات تبع شرب الكحول.
reduced coordination يعني التنسيق تبع التنسيق بصير منخفض، ايوه بصير التنسيق تبعك منخفض. poor judgment اللي هو judgment هي التحكيم المنطقي بصير ضعيف عندك لانك انت شربان. وfaster reactions اكيد ما له faster reactions. increased concentration تركيز عالي، لا تركيز قليل. increased confidence بصير عندك زيادة ثقة بنفسك، الغرور القاتل. How does alcohol affect you؟ كيف الكحول بتأثر عليك؟ It reduces your concentration، بتخفض تركيزك. Your doctor has given you a course of medicine، عطاك الدواء، وصفة الدواء. You should، why should you ask if how it will affect you؟ ليش لازم تسأل إنه كيف ممكن يأثر عليك؟ تمام؟ Because some types of medicine، بعض أنواع الأدوية can cause your reaction to slow down، قد تسبب إنه reactions يلي هي ردة الفعل تبعك تصير بطيئة، تمام؟ هي بتأثر على سواقتك. نشوف باقي الخيارات. الأدوية تجعلك تسوق أحسن أو سائق أحسن لأنه هي بتسرع الردات الفعل تبعك، لا مو ضرورة. ولازم تخلي شركة الانشورنس تبعك، شركة التأمين تعرف بالدواء، لا مو ضروري تعرف شركة التأمين بالدواء. إذا أعطاك حبتين دواء سعلي وشراب سعلي ما ضروري تخبر شركة التأمين. والدواء ممكن يأثر على السمع تبعك، إيه نعم بيأثر على السمع تبعك بس ما له علاقة أبدا بموضوع السواقة هون، تمام؟ ممكن شيء يخليك ما تقدر تسوق بشكل جيد. You are on a motorway، سايق على الطريق الموتورواي. You feel tired، حاسس حالك تعبان، شو لازم تعمل؟ تغادر وتفتح الشباك. Leave the motorway at the next exit. Leave the motorway، غادر عند المخرج التالي. You find that you need glasses to read vehicle number. اكتشفت انه انت بدك نظارات مشان تصير تقدر تقرا النمر تبع السيارات. Vehicle number plates يعني نمر السيارات. At the required distance يعني بالمسافة اللازمة، المسافة اللازمة يمكن 20 متر أو هيك شيء. When must you wear them؟ وين لازم تسوق؟ شو اسمه؟ When يعني متى؟ Must you wear them؟ لازم تسوق، لازم تلبسهم. خلاص طالما ما عم تقدر تشوف لازم تلبسهم دائما طول الوقت، تمام؟ مو only لا، at all times when driving، طول الوقت لما عم تسوق. Which two things، أي شغلتين من هدول would help to keep you alert، بيساعدوك إنك تكون مستيقظ أو منتبه during a long journey، خلال فترة طويلة. Making sure that you have plenty of fresh air، يعني إنه عندك كمية، تأكد إنه أنت عندك كمية هواء من fresh air، دائما تذكروا fresh air. وmaking regular stops يعني وقفات كل فترة وفترة for refreshments عشان تفرفش نفسك. أي which of the following types of glasses، أي نوع من أنواع النظارات should not be worn when driving at night، ما لازم تلبسهم وأنت عم تسوق بالليل. طبعا كل أنواع النظارات لازم تلبسهم، وأنت إذا أنت بتلبس نظارات لازم تلبسهم دائما أثناء السياقة، إلا إذا كانوا النظارات بالليل. طبعا عم يقول لك at night، إلا إذا كانوا tinted يعني tinted هدول نظارات شمسية. Drinking any amount of alcohol، كمان رجعنا للكحول، تمام؟ Slow down your reactions to hazards، بتبطئ من ردة فعلك للأخطار، تمام؟ Worsen your judgment of speed، بتأثر على حكمك للسرعة تبعك. و give a false sense of confidence، تعطيك إحساس كاذب بالثقة بالنفس، تمام؟ What else can seriously affect your concentration، شو الشيء اللي بيأثر على التركيز تبعك other than alcoholic drinks، شغلات غير الكحول. Tiredness، تعب بيأثر عليهم. الدراجز إذا أنت ضارب لك حشيشة هيروين وبدك تسوق كما هي. loud music، الموسيقى العالية، تمام؟ as a driver، بصفتك سائق، you find that your eyesight، حاسس إنه رؤيتك أو قدرتك البصرية has become very poor، تعبت كتير، تمام؟ your optician says that they cannot help you، عم يقولوا تبعات البصريات أو تبعات الفحص البصري says، عم يقولوا you cannot، they cannot help you، ما فيهم يساعدك. the law says، القانون بيقول that you should tell، خلص نحن ما فينا نساعدك وبصرك كثير تأذى، شو لازم تخبر؟ license authority يعني الجهة يلي منحتك شهادة السواقة. when should you use hazard warning lights،
ايه ما تستخدم الهازارد. طبعا نحن هاي السؤال مر علينا لما بيكون في هازارد اهيد، لما بتتعطل فيك المركبه احيانا. When your vehicle has broken down، يعني لما مركبتك تعطلت and is causing an obstruction وسببت سدت الطريق، فهون بتشغل القضية تبعك. طبعا هون انت بدك تطلع وتلف. When you want to turn left at this junction، بدك تلف على اليسار على هذا التقاطع. The view of the main road، الرؤية على الطريق العام is restricted، محظورة او قليلة. What should you do، شو الشيء اللي لازم تعمل؟ اول شيء بتوقف هنيك عند الخط وشوي شوي تبلش تقدم لتشوف منيح وبعدين بتلف، تمام؟ فهو approach slowly and edge out، يعني اقترب ببطء. edge out edge يعني قرب على الحفة شوي شوي، يطلع من الحفة until you can see more clearly، حتى تشوف بشكل أوضح. when may you use hazard warning lights، ايما تستخدم الهازارد، أضوية الهازارد أو أضوية الخطر المثلث تبع السيارة اللي بيخلي السيارة تضوي وتشعل، لما بيكون إما أنت سيارتك تعطلت أو شفت في حادث قدامك أو في خطر قدامك، تمام؟ when you have broken down، لما سيارتك تعطلت broken down. Hazard warning lights should be used when vehicles are. كمان هون الأضوية تبع المخاطر يجب أن يتم استخدامها لما المراكب شو broken down and causing an obstruction، يعني تعطلت السيارة وسببت أنه بنص الطريق سببت لك عجقة. When driving a car fitted with automatic transmission، يعني سيارة أوتوماتيك. What should you use what would you use kick down for؟ في خيار يمكن اسمه kick down احفظوه للquick acceleration اللي هو التسارع السريع. هلا هون في عندك طريق مطر وشحنه قدامك، طبعا نحن تذكرنا انه المسافه الامنه هي ثانيتين، يعني انه بينك وبين السياره اللي قدامك توصل لمحل ما كانت خلال ثانيتين، بس لما بيكون الطريق جاف. بس لما يكون الطريق ممطر 4 ثواني، هي اول وحده. وثاني شغله 4 سكند جاب، يعني هي قعدت ال4 ثواني. بي اوير اوف سبراي، انتبه للرذاذ تبع المي يلي ممكن انه يخفض لك الرؤية تبعك. هون عم تلف على اليسار، شو المشكلة؟ شو المشكلة هون على اليسار بهذا الطريق اللي مو مبين؟ ممكن حدا من بين الشجرات ابصر شو كان متخبي، بنط قدامك وبيطلع بخلقتك، تمام؟ نشوف الخيارات الثانية، انه في سيارة ممكن تتجاوزك. لا، ما انت السيارة بدها تتجاوزك حتجي من وراك، ما حتجي من قدامك. No white lines are in the center of the road، انه ما في خطوط بيضاء بالنص الطريق، ايش يعني؟ No sign to warn you of the bend، وما في إشارة لتنبهك إنه في لفة، ما أنت شايفها، ما في داعي. هون بالأكثر شيء بدك تنتبه له إنه البيدستريانز اللي هن الأشخاص. السؤال you're driving towards the left hand bend، إنه عندك على اليسار، what danger، شو هو الخطر اللي ممكن تتوقعه؟ مشاة يطلعوا لك من حيث لا تعرف. كمان نفس الشيء هون عم يسوقوا وتناوقوا، الطريق اللي على اليمين مسدود، اللي على اليسار مفتوح، فهدول السيارات ببلشوا يفوتوا مشان يكملوا بالطريق المفتوح. Be worry of cars، انتبه للسيارات on your right، على يمينك كتنين ببلشوا يفوتوا قدامك، تمام؟ slow down، خفض، keeping a safe separation distance مشان تسمح انه في مجال فصل آمن بينك وبين اللي قدامك. a provisional license holder، يعني سائق يلي معه شهادة سواقة provisional يلي هي شرطية او ما نجح بالعمل لسه. You must not drive a motor car، ايمت ما لازم تسوق سيارة وين؟ على الموتور واي، ما لازم تطلع فيها على الموتور واي. انت مو والله معك بروفيشنال بتروح تاخذ الشوفير وبتسوق انت وياه باتجاه مدينة تانية، وon your own ما بتسوق لحالك. You are not sure if your cough medicine will affect you، مالك متأكد انه الدواء. طبعا الدواء له خيارين، امك انت تقرأ الليبل تبعه او انك تروح لعند الدكتور وتسأله عليه، تمام؟ أذكر دكتور، هذا هو نقينا. اختار جواب. آسف. Check of the medicine label، هون تحطين لنا الخيارين. For which of these may you use hazard warning lights؟ لأي شغلة من هدول تستخدم ال hazard warning lights؟ في hazard ahead when driving on a motorway to warn traffic behind you of a hazard ahead، لما تسوق على الموتورواي مشان تنبه السيارات أو السير اللي وراك إنه في خطر للأمام. You're waiting to emerge at a junction، انت ناطر لتطلع emerge يعني تطلع من junction تقاطع طرق. Your view is restricted، يعني النظر امامك او الرؤيه محدوده by parked vehicles، في سيارات مصفوفه وهن عم يحدوا الرؤيه تبعك. What can help you see the traffic on the road you're joining، شو الشيء اللي بيساعدك تشوف شو اسمه الطريق لما انت عم تجي؟ Looking the traffic behind you، انك تتناوق على
السيارات اللي وراك، إيه هذا الشيء بيساعدك تشوف السيارات اللي وراك مو تشوف السيارات اللي بدها تجي قدامك. making eye contact with other road users، انك تتناوق بعيون الشوفيريه الثانيات طبعا حسب اللي عم يسوق قدامك. checking for traffic in your interior mirror، يعني تشوف السيارات بمرايتك الاماميه، يعني كمان السيارات اللي وراك. لا شوفوا هذا الخيار reflections of traffic in shop windows، تحس حالك هون شارلوك هولمز، يعني انك تتناوق قدامك فتلاقي قال عندك برزر فاتح محل وحاطط مرايا كثير، وبعدين تشوف بهي المرايا وبإزاز البرلور السيارات يلي بالطريق الثاني. اي نعم شارلوك هولمز، هذا الخيار اللي لازم تختاروه. After passing your driving test، حضرتك الله كرمك ونجحت بامتحان السواقة تبعك تمام، وعم تدعينا لأنه هاي الفيديوهات ساعدتك. You suffer from ill health، وفجأة الله يعافيك يعني صار معك مرض تمام. This affects your driving، عم يأثر على السواقة تبعك. You must، شو لازم تعمل؟ Inform the licensing authority، تخبر الجهة المسؤولة عن اللايسنس اللي هي شهادة السواقة تمام. مو ضروري تخبر البوليس، ما لهم علاقة. What should you do at the junction on the left be why should you what should the junction on the left be kept clear، ليش هي الفتحه يلي على اليسار او التقاطع يلي على اليسار لازم تتركه مفتوح؟ طبعا منطقي لانه في سيارات بدها تفوت وفي سيارات بدها تطلع. To allow vehicles to enter and emerge، تسمح للمركبات تدخل و emerge تخرج. Your motorway journey seems boring، انت عم تسوق على الموتورواي باتجاه مدينه ثانيه وحاسس حالك مالل. And feel drowsy، بلشت تحس حالك مدوخ. What should you do؟ هون ستوب، كاتبين لك وقف بس على الهارد شولدر. لا ما بتوقف على الهارد شولدر الا اذا تعطلت. اوبن ا ويندو اند ستوب از سون از اتس سيف اند ليجل، يعني افتح الشباك ووقف بمجرد ما يصير امن وقانوني لك انك توقف. يور درايفنج اون ا موتور واي، عم تسوق على الموتور واي. ذا ترافيك اهيد، السير قدامك از بريكنج شاربلي، عم يكبسوا فرامات بحده بيكوز اوف ان انسيدنت، وفي حدث قدامك. How should you warn traffic behind you، كيف بتخبر السيارات اللي وراك؟ شوي بتستخدم الهازارد وورنينج لايتس، يعني في انت على الموتور واي وعم وقدامك حادث، بتستخدم شوي بريفلي يعني بشكل قليل يوز ذا هازارد وورنينج لايتس، اضويه الهازارد. هي خلصنا اليوم وان شاء الله يكون الدرس سهل، وهيك تقريبا بنكون خلصنا حوالي 300 400 سؤال لحد هلا 400. ايه بتمنى انه نكون خلصنا بسرعه.